3D ما اعرف شنو. خلينا نفتحها ونشوف. اها هذا مصباح اكريليك 3D. يعني شنو؟ يعني هسه هذا حصان 3D. تشلع هذه اللاصق وبعدين تشغله، تخليه هنا وتشغله بالكهرباء. انتظرونا لحظة نجيب الكهرباء. شوفوا الجمال، مثل احنا نسميه تيبلم، الوان اصفر وابيض. هذا ابيض هذا اصفر. نشوف اللي بعده. لازم انت تشلع الورقة مالته، هذه بيها ستيكر، تشلع الستيكر حتى تبين الرسمة. شوفوا شلون جميل، ابيض واصفر. هذا قارب، يعني سفينة. طبعا بالظلام تبين بعد أجمل من هذا الشكل، أبيض وأصفر، عبارة عن قارب. الأشكال تختارها أنت حسب الطلب. راح نعرض لكم بعض الصور الموديلات أثناء الفيديو، وأنتم شوفوا أي موديل تريد موجود. يمكن عندنا أكثر من 50 موديل. تريد أنت مختلط أو تريد إحنا نعطيك على حسب الطلب، تريد إحنا نختار لك أو أنت تختار. وهذا مصباح بوبجي، شوفوا مثل ما تشوفون، أبيض وأصفر 3D. الأصفر أجمل. هذا آخر منتج هسه راح نشرح حاليا، لأن بعدك هواي موديلات راح نعرض لكم إياها بالصور، لأن ما نريد نفتح البضاعة كلها، عندنا بعد كلش هواي موديلات. تحياتي لكم.